طبعا من جانب مصر تتحمل مسؤولية خاصة، ومنذ البداية أكدنا استمرار فتح معبر رفح لتوفير المساعدات الإنسانية، ويظل المعبر مفتوح حتى نوفي بالاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة. لكن في إطار التنسيق فيما بين الدول العربية بالأمس وصدور القرار، فسوف يتم التحرك على المستوى الثنائي وعلى مستوى مجموعات من الدول للتعامل مع هذا الوضع لتخفيف حدة الصراع وإنهائه، حماية المدنيين والمطالبة بتفعيل لمسؤوليات المؤسسات الأممية في هذا الشأن، سواء من الناحية الإنسانية أو من الناحية السياسية، الانخراط مع الدول الفاعلة للوصول إلى إنهاء هذا الصراع، تقديرا للأثار السلبية اللي تلحق بالشعب الفلسطيني في غزة. المدنيين ليس لهم مسؤولية في أي أعمال مرفوضة تم اقترافها، لا يمكن أن يكون مبدأ خطأين يجعلوا هناك شرعية لما يتم اقترافه. سوف تظل الدول العربية في تنسيق مستمر فيما بينها والتواصل مع أطراف الدولية والمؤسسات الأممية لمعالجة الأثار المترتبة على الأوضاع الحالية، وتظل مصر توفر قدرتها على التفاعل مع كافة الأطراف أيضا لتشجيعها على مراعاة أهمية احتواء هذه الأزمة وعدم تصاعدها وعدم توسيع رقعتها، لأن هذا أمر خطير على ليس فقط المنطقة ولكن على أيضا السلم والأمن الدولي.